أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. ألا تؤكد زيارة الرئيس الأمريكي السرية إلى العراق حقيقة وجود واستمرارية الاحتلال الأمريكي وسيادته على البلاد؟ كيف لحكومة تدعي الاستقلال والسيادة أن لا تعلم بموعد هذه الزيارة؟ المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ياندرز بررت عدم إبلاغ حكومة عبد المهدي بالزيارة هي لضمان أمن الرئيس الأمريكي، ولكن أليست هذه التبريرات تصريحا واضحا بعدم ثقة الأمريكيين بحكومات المنطقة الخضراء؟ والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف إذن قام الاحتلال بتنصيب حكومات لا يضعها في موضع ثقته؟ ولماذا تستمر في دعم هذه الحكومات؟ على الطرف الآخر، البرلمان الذي تسيطر عليه الميليشيات حاول من خلال جلسة استثنائية الخروج بقرار بشأن الوجود الأمريكي في العراق، ولكن هنا كيف بمقدورهم فعل ذلك وهم تحت حماية وغطاء الولايات المتحدة؟ نتساءل في هذه الحلقة، أين سيادة العراق من زيارة ترامب السرية وغيرها من الزيارات دون علم الحكومة في العراق ودون علم قيادتها؟ وما أبعاد هذه الزيارة على المشهد العراقي والمنطقة؟ أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة. ضيف الاستوديو دكتور جاسم الشمري، الكاتب والباحث السياسي العراقي. مرحبا بك دكتور جاسم. وأرحب بالأستاذ رحيم الكبيسي، أستاذ القانون الدولي، ينضم معنا عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ رحيم الكبيسي. مرحبتين. وأيضا سينضم إلينا لاحقا الأستاذ عبد الوهاب القصاب، هو جاهز الآن معنا. مرحبا بك أستاذ عبد الوهاب القصاب، زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات. أهلا وسهلا. أهلا بكم ضيوفي الكرام. مشاهدينا الكرام، نشاهد سوية هذا التقرير ثم نبدأ النقاش، كونوا معنا. ها هي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السرية إلى العراق تؤكد حقيقة وجود واستمرارية الاحتلال الأمريكي وسيادته على البلاد، ولتضع حكومة بغداد الحالية في موقف لا تحسد عليه، فقد جاءت الزيارة دون علمها وهي التي تدعي الاستقلال والسيادة. المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز بررت عدم إبلاغ حكومة عبد المهدي بالزيارة قائلة إنه كان من الضروري اتخاذ إجراءات لضمان أمن الرئيس الأمريكي أثناء الزيارة، ويبدو من خلال هذه التبريرات أن الولايات المتحدة لا تثق بحكومة بغداد مع أنها صنيعتها التي تأتمر بأوامرها. البرلمان الذي تسيطر عليه إيران ونفوذ الميليشيات يحاول من خلال جلسة استثنائية الخروج بقرار بشأن الوجود الأمريكي واستنكار زيارة ترامب للعراق. والسؤال الأهم هنا، هل يستطيع البرلمان أو حكومة عبد المهدي أو إيران بأذرعها الميليشياوية إخراج القوات الأمريكية من العراق؟ وبعيداً عن الأعراف الدبلوماسية التي لم تكن حاضرة في زيارة ترامب للعراق، فإنه يبدو أنها تحمل أبعاداً أخرى لأحداث تمهد لها الولايات المتحدة، قد يكون العراق ساحة لها، لكن على حساب أبناء العراق. أهلا بكم مرة أخرى. أبدأ معك دكتور جاسم الشمري، ما هي السيادة؟ شكرا لك أخي سمير ولمتابعي الرافدين ولأخ عبد الوهاب القصاب ولأخ رحيم الكبيسي. السيادة معلوم أن الدولة هي يعني كيان معنوي يتكون من الأرض أو الإقليم والشعب أو والحكومة ثم السيادة، وبالتالي السيادة هي ركن من أركان الدولة أربعة، مع اختلاف العلماء في هذه الأركان الأربعة، لكن هم لم يختلفوا على أن السيادة هي من أركان الدولة. السيادة على نوعين، النوع الأول هي السيادة الداخلية والنوع الثاني هي السيادة الخارجية. والسيادة بعبارة مختصرة هي القدرة أو القوة التي تملكها الدولة أو أي قوة ما على اتخاذ قرار أو التحكم ب سواء كان على مستوى الدول التحكم في القرارات أو على مستوى الشركات في التحكم في القرارات وغيرها، وبالتالي السيادة هي القدرة على اتخاذ قرار. وحينما نعود إلى أنواع السيادة ذكرنا أنها على نوعين، النوع الأول هو السيادة الداخلية والنوع الثاني السيادة الخارجية. النوع الأول السيادة الداخلية هو قدرة الدولة
على بسط نفوذها في كل أرجاء الدولة. حينما نعود إلى هذا التعريف، السؤال هنا: هل السيادة اليوم في العراق هي على عموم الدولة العراقية؟ هنالك أكثر من 4 محافظات لا يمكن لحكومة بغداد التدخل بها، وهنالك مناطق يعني بالكامل في صحراء الأنبار وفي جبال حمرين هي خارج إطار سيطرة الحكومة، وبالتالي لا توجد سيادة داخلية في العراق. هذا من جانب. الجانب الآخر هو السيادة الخارجية، هل يوجد سيادة خارجية عراقية؟ الحقيقة هذا السؤال يعني الأحداث منذ عام 2003 ولحد اليوم تؤكد أنه مع الأسف ونقولها بمرارة لا توجد سيادة عراقية. بغض النظر عن زيارة الرئيس الأمريكي، السؤال هل القرار العراقي حر أم هو تبع؟ هذا هو من هنا السيادة. الموضوع ليس موضوع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بغداد، هذا جزء من المشكلة، لكن المشكلة العراقية هل قرار عراقي سواء على مستوى الداخلي أم على مستوى الخارجي هو قرار حر؟ أنا أعرف كل متابع للشأن العراقي يمكن أن يجيب عن هذا السؤال بسهولة أن القرار العراقي مستلب ومغصوب، وبالتالي لا توجد مع الأسف لا سيادة داخلية ولا سيادة خارجية، وبالتالي من هنا تأتي إشكالية بناء الدولة لعدم وجود سيادة حقيقية في العراق. أرحب بك أستاذ رحيم القبيسي، أستاذ القانون الدولي. أستاذ رحيم، يعني هل القرار العراقي حر سواء كان على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وتحياتي للدكتور جاسم والدكتور القصاب ولمشاهدي قناة. يعني المعروف منذ الاحتلال إلى يوم هذا لا يوجد قرار عراقي وطني، يعني ما يصنع من قرارات بالخارج، قرار شراكة أمريكية إيرانية والمجموعة التي تتحكم في العراق رسميا بين قوسين تنفذ هذه القرارات. فكرة السيادة يعني سيادة حرية التصرف في الشأنين الداخلي والخارجي، حرية التصرف في الشأن الخارجي مستلبة، وحرية التصرف في الشأن الداخلي غير موجودة بحكم سيطرة الميليشيات. هم يقولون يعني العبادي رئيس الوزراء السابق يقول هناك أكثر من 100 فصيل في بغداد فقط عندما كانت مشكلة الزعفرانية ومشكلة شارع فلسطين، هناك أكثر من 100 فصيل داخل بغداد فقط يملكون سلاحا، يملكون مقرات، يملكون باجات معينة لا نستطيع الوصول إليه. هو هكذا يقول بجيشه وشرطته وكل عناصر القوة الموجودة في بغداد، يقول لا نستطيع الوصول إليه. تتذكرون جيدا عندما كانت مشكلة المختطفين القطريين ومشكلة الصحفية في الدورة. إذن لا قرار داخلي بيد السلطة من 2003 إلى يومنا هذا في هذه الحالة. الدولة في كل دول العالم لا تلتزم إلا بإرادتها، فهل أن الحكومة الموجودة في بغداد في سنوات ماضية من أول من 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 وجود الدستور إلى الحكومات الأولى والثانية والثالثة وإلى يومنا هذا لا تستطيع ولا تستطيع أن تلتزم، لا إرادة لها، وبالتالي مفروض عليها الكل. نحن يعني نتحدث اليوم في مناسبة 31/12/2011 التي سميت اتفاقية الانسحاب الأمريكي من العراق. هذه الاتفاقية فيها من المثالب كثير، وبالتالي لا تستغربون عندما تسمعون أن ترامب اخترق المجال الجوي العراقي وهبط في طائرته الرئاسية في قاعدة عين الأسد في منطقة البغدادي في محافظة الأنبار. قبل ذلك كان بوش، وقبل ذلك كان أوباما، لا يطلعون بعد وصولهم بساعات تستدعى الحكومة للسلام عليه، وعبارة عن بروتوكول دقيقتين 6 دقائق وتنتهي العملية. فليس بدعا ترامب عندما يخترق هذا الأمر، لكن ترامب زاد على ذلك، هو مع كل الأسف يحتقر حتى هذه الحكومة التي جاءت بإرادتهم، هو يحتقرها، وبالتالي لا
لا يفكر بالاتصال بها أو حتى في إخبارها أنه داخل الأراضي العراقية. هو سيستند إلى حقيقة من الناحية القانونية أن نتكلم بها. نعم. الاتفاقية اللي فيها 31 مادة، لو جينا عن مادة 14 صريحة لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، يجوز لأعضاء القوات الأمريكية والعنصر المدني المتعاقدين مع القوات الأمريكية دخول العراق ومغادرته من المنافذ الرسمية للمغادرة والوصول، والتي تتطلب فقط بطاقات هوية دون جوازات سفر وأوامر سفر تصدر لهم من الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هم ليسوا ملزمين بإخبار الحكومة العراقية أو أي جهة رسمية عراقية عندما يدخلون في الأراضي العراقية، يدخلون إلى قواعدهم. هناك قاعدة في بغداد، هناك قاعدة في بلد، هناك قاعدة في حرير، هناك قاعدة في القيارة، هناك ست قواعد. فأنت تسمع تقول سيقوم مجلس النواب وسينتظر مجلس النواب. نعم. وستنتظر. ابقى معي أستاذ رحيم الكويسي لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. أرحب بالأستاذ عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات. أستاذ عبد الوهاب مرحبا بك مرة أخرى. المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ياندرز بررت عدم إبلاغ حكومة عبد المهدي بالزيارة السرية لترامب للعراق لضمان أمن وسلامة الرئيس الأمريكي ترامب، ولكن هذا ألا تعتقد أنه يعني إقرار صريح بعدم ثقة الأمريكيين بحكومات المنطقة الخضراء؟ كيف يمكن أن تدعم الولايات المتحدة حكومات تنصبها في العراق وهي لا تثق بها؟ مرحبا بك عزيزي، ومرحبا بضيوفك والأخوة المشاهدين. أنا بالتأكيد يعني هنالك علامة استفهام كبرى عن يعني حول إمكانية وقدرة الحكومة العراقية الحالية لفرض سيطرتها وأمنها على الداخل العراقي. يعني هذا حقيقة يعني أمر مفروغ منه. ثم أن الرئيس الأمريكي يعني أمن الرئيس الأمريكي ليس بالضرورة الرئيس الحالي ترامب بكل ما يحيطه من علامات تعجب كيفية تصرفه، وإنما حتى الرؤساء الآخرين هنالك سلسلة متواصلة متكاملة من إجراءات الأمن التي تحيط به عند سفره إلى الخارج. حتى السيارة التي يعني يستقلها عندما يصل إلى أي بلد في العالم هي سيارة الرئاسة الأمريكية المهيئة والمنقولة أمامه لكي تستقبله. نأتي الآن إلى الوضع العراقي. الوضع العراقي كان هنالك تصريح مهم للسيناتور لينسي جراهام اللي هو أحد زعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي في السنيت، قال بأن اتفاقية الصومت يعني تتيح لنا أو تتيح لأي فرد في القوات المسلحة الأمريكية أن يدخل دون استئذان الحكومة العراقية، والرئيس الأمريكي هو القائد الأعلى في القوات المسلحة. وبالمناسبة هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس ترامب للقوات المسلحة الأمريكية خارج إقليم الولايات المتحدة. لذلك هو مارس حقا أشارت إليه الاتفاقية المشتركة التي وقعها بالمناسبة نور المالكي، الذي كان يستغرب قبل يومين أنه نعلم أن هناك استشاريين لكن قواعد لا نعلم. ما هذا النفاق؟ أنت يا رجل، أنت الذي وقعت على اتفاقية انتقصت كثيرا من السيادة العراقية، وجعلت اتفاقية لكي يتم تحاشي تقديمها للتصديق لكي تبقى ملزمة للحكومة العراقية التي تمثل العراق كائنة ما كانت، وكذلك في الولايات المتحدة. يعني الأمريكان أيضا بوش، حكومة بوش ثم أوباما الذي وقعت في زمنه تحاشوا أن تعرض إلى الكونغرس، لأن هناك الكثير من الاعتراضات كانت ستتار عليها لضمان مصالح أكثر الولايات المتحدة. الآن هو دخل نتيجة لهذه الاتفاقية، أخبر أم لم يخبر؟ البيت الأبيض قال أنهم لم يخبروا لأنهم كانوا أخذوا موضوع أمن الرئيس بنظر الاعتبار. وأنا يعني أعلم بأن الأمريكيين يبالغون كثيرا في
الإجراءات الأمنية الآن حتى إذا سيارة يعني أليست المتحدثة باسم البيت الأبيض يعني سارة ياندرز محقة ربما بهذا الحديث؟ فالرئيس جورج دبليو بوش الابن أيضا جاء إلى العراق وفي أثناء المؤتمر الصحفي ضرب بالحذاء أجلكم الله، يعني هم يعلمون أن العراقيين غاضبون على من الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الدمار والخراب الذي حل في العراق، وبالتالي يعني كان حديثها ربما أكثر رجاحة. اسمح لي فقط هنا في مداخلة بسيطة، يعني عندما ضرب بوش بالحذاء ضربه الرأي العام العراقي، أنا أتفق معك. لكن الآن الذين يثيرون هذه الزوبعة يثيرونها لصالح مشروع إمبراطوري إيراني لا يمثل العراق بصلة. انظر من الذي يرفع، كلنا متألمون لجرح السيادة، هذه حقيقة. لكن انظر الآن أولئك الذين رحبوا بالاحتلال والذين قبلوا عيون المحتلين والذين أهدوهم السيوف والذين أصدروا فتاوى باعتبارهم أصدقاء، هؤلاء هم الذين الآن يطبلون ويرفعون أصواتهم احتجاجا على الزيارة ليس لصالح السيادة العراقية التي هم يعلمون أنه ليست موجودة، ولكن لصالح رفع الضغط عن أولياء أمورهم الموجودين خلف الحدود الشرقية وتأكيدا للمشروع الإيراني. هنا لدي مداخلة بسيطة أحب أن أشير إليها. هنالك مشروعان في العراق، صحيح هنالك مشروع أمريكي تمثله القواعد الأمريكية والنفوذ الأمريكي والمبعوث الأمريكي الذي كان موجودا، وهنالك مشروع إيراني يمثله شخص قاسم سليماني الذي يتحكم في العراق شمالا وجنوبا شرقا وغربا تقبل يديه، ونجح في أن يجعل زعماء الميليشيات هم زعماء البرلمان في الوقت الحالي. هذان المشروعان يتصارعان، الولايات المتحدة هي التي فتحت المجال لإيران نتيجة يبدو أنه كان هنالك في ذلك الوقت اتفاق أن تترك الخيارات الاستراتيجية للعراق والتجارية والمكامن والكذا إلى الولايات المتحدة مقابل أن تطلق يد إيران في الداخل العراقي. هذه هي قسمة غيزة حقيقة. الذي جرى أن إيران تسللت إلى الداخل العراقي وتسيدت عليه، وهذا أمر واقع نراه الآن من في أي نقطة في العراق، سواء في إقليم كردستان أو في بقية العراق، سواء وسطا وجنوبا وشمالا. هذا الصراع هو الذي أنتج ترسخ وجود إيران على الأرض العراقية ممثلة بميليشياتها من جهة وبداعش وغيره من جهة أخرى، وهي التي تلعب بالداخل العراقي. ونحن نرى انظر كم مضى فقط لإقرار وزير داخلية يريده الإيرانيون ولا يريده الآخرون ولا يريده دعني أقول المشروع الأمريكي، ولكن نعم سأعود إليكم مرة أخرى أستاذ عبد الوهاب الغصاب. اسمح لي أن أنتقل بالسؤال إلى الدكتور جاسم الشمري. البرلمان العراقي يعني حاول في جلسة استثنائية الخروج بقرار بشأن الوجود الأمريكي في العراق، ما دام هناك مشروعان، مشروع أمريكي يعني تمثله القواعد الأمريكية ومشروع إيراني يمثله قاسم سليماني مثل ما تحدث الأستاذ عبد الوهاب القصاب، كيف بمقدورهم، هل بمقدورهم فعلا استصدار قرار بشأن الوجود الأمريكي؟ حينما احتلت الولايات المتحدة وبريطانيا العراق لم تحتل العراق بموجب تخويل من مجلس الأمن، ثم بعد ذلك يعني تمكنوا من استحصال تخويل لمجلس الأمن للولايات من مجلس الأمن للولايات المتحدة للبقاء الاحتلال يعني بقاء في العراق لغاية عام 2008، وبالتالي كانت الولايات المتحدة على الأقل أمام المجتمع الدولي بحاجة إلى يعني شيء من الإطار القانوني يعني بقاء استمرار التواجد الأمريكي في العراق والمنطقة. وكانت الاتفاقية الأمنية التي وقعت في زمن نوري المالكي زعيم حزب الدعوة، الاتفاقية الأمنية يعني تنتهي في عام 2008، حينها بدأت يعني التخويل الأممي ينتهي في عام 2008، ثم بعد ذلك بدأت الاتفاقية الأمنية التي جددت قبل يومين باجتماع بين
نائب وزير الخارجية العراقي ونائب وزير الخارجية الأمريكي جددوا هذه الاتفاقية إلى أمد لم يحددوا في الاجتماع الذي عقد بينهم في يوم 29 قبل يومين. هذه الاتفاقية هي اتفاقية تم التوقيع عليها عبر القوى الكبرى في المشهد السياسي العراقي، هم أنفسهم اليوم يقولون أنهم يريدون أن يحاسبوا أو يعني لن يقبلوا هذا الدخول الأمريكي غير الرسمي للعراق. أنتم خولتم الولايات المتحدة بموجب مادة 14 من الاتفاقية، وغالبية المواد حينما نعود إليها نجد أنها مواد فيها إذلال كبير للعراق، ذلك لأنها تسمح لأمريكان بالخروج والدخول عبر البطاقة الشخصية أو بموجب تخويل، يسمح لهم بتصدير واستيراد ما يشاءون، يسمح لهم بعدم المتابعة القانونية على الجرائم التي ارتكبوها في العراق. وبالتالي الذين يجلسون اليوم في البرلمان هم ليسوا من أحزاب جديدة، وإنما هم من أحزاب يعني حزب الدعوة، كتلة النصر من حزب الدعوة، دولة قانون من حزب الدعوة، البناء هادي عامري هم من المتعاطفين مع حزب الدعوة، وبالتالي هم أنفسهم هم الذين يقودون العراق. وبالتالي كيف نتصور من هؤلاء أن يعني يتمكنوا أو على الأقل يناقضوا أنفسهم في إلغاء الاتفاقية الأمنية؟ أنا فقط أشير إلى تعقيب بسيط على بعض الكلام الذي ورد هنا، أن سيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء قال أنهم أبلغوا بالزيارة، بينما المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي قالت نحن لم نبلغ الجانب العراقي بالزيارة حفاظا على أمن الرئيس. حتى الاحترام الدبلوماسي غير موجود في التعامل مع حكومة بغداد، وهذا أمر حقيقة مخجل، ويفترض بهؤلاء أن يخجلوا من أنفسهم، لأننا أمام حكومة غير محترمة في التعامل الدبلوماسي مع قوة هي مستفيدة من تواجدها في العراق. وبالتالي يفترض على قلب الولايات المتحدة أن يعني تداري هؤلاء الذين يمثلونها في العراق. حتى هذه المدارات غير موجودة، ونجد أن الجانب الأمريكي يصرح على خلاف تصريحات الجانب المركزي في بغداد، وهذا الأمر يؤكد عدم وجود احترام دبلوماسي بين الولايات المتحدة وحكومة بغداد. أستاذ رحيم القبيسي، بالعودة إليكم، يعني الكثير من الفقرات ويعني كثير ما نسمع عن اتفاقيات، لا سيما الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والحكومة في بغداد، من وجهة نظرك يعني القانون الدولي كيف ينظر إلى موضوع انتهاك السيادة لأي بلد يعني في هذا الإطار؟ يعني اتفاقية بحسب الفقرة 14 منها فيها إجحاف للعراقيين مثل ما تفضلتم وتفضل الأستاذ جاسم الشمري. القانون الدولي هل إلى أي مدى ترى من وجهة نظرك أنه أصبح ربما أداة للهيمنة الأمريكية في أي منطقة من مناطق العالم؟ القانون الدولي ينظر إلى مثل هذه الاتفاقيات باعتبارها اتفاقيات بسيطة، وبالتالي هذه الاتفاقية لا تكون جزء من اتفاقية فيينا لسنة 69، وبالتالي لا توضع في السكرتارية في الأمم المتحدة. هذه الاتفاقية احنا في لغة القانون نسميها اتفاقية إذعان، أي أنها من طرف واحد. لم تترك هذه الاتفاقية لا شاردة ولا واردة تعطي حصانة للجيش الأمريكي وللمتعاقدين المدنيين مع الجيش الأمريكي إلا من حيث الولاية القضائية، حتى إجازات السوق الأمريكية تكون معتمدة في العراق، حق استخدام المبالغ النقدية. لا، لم تترك هذه الاتفاقية جزء صغير أو كبير إلا على جنبه من الجانب الأمريكي، وبالتالي على جانب ما على الجانب العراقي إلا التوقيع. طبعا الأمريكان يريدون غطاء قانوني، يقولون أن هذه الحكومة منتخبة وهناك انتخابات، وطالما منتخبة وهناك برلمان، وبالتالي لعلمك أي اتفاقية في كل دول العالم حتى تأخذ مجالها للتطبيق
بالنظام القانوني الداخلي يجب أن تعرض على السلطة التشريعية. لم تعرض هذه الاتفاقية. أنت تسمع الآن الجعجعة الإعلامية ولغة الخطابة من أعضاء مجلس النواب. طيب يا سيدي ناقشوا الاتفاقية. ناقشوا هذه الاتفاقية التي وقعت في ظل وزارة نور المالكي والتي مددت الآن. أي مددت بعد وين؟ بعد الضجيج على زيارة يوم 26 زيارة ترامب. مددت هذه الاتفاقية. مدد العمل بهذه الاتفاقية. لم يطرح أحد خلونا نطالب السلطة التنفيذية بأن تعرض علينا هذه الاتفاقية ونشوف هذه الاتفاقية تتوافق مع سيادة الدولة بين قوسين أم لا تتوافق مع سيادة الدولة. جعجعة إعلامية تسمعها كثيرا. وبالتالي هؤلاء الذين يمارسون السلطة في العراق هم أدوات مع كل الأسف بيد أسيادهم الذين جاءوا بهم بعد 2003. هؤلاء هم أنفسهم نتذكر جيدا قول بريمر بكتابه سنة في العراق. هؤلاء الذين اختارهم بريمر ولا زالوا يتداولون على السلطة حتى لو غاب أحدهم عن المسرح لفترة معينة لكي يعود. إذن هم أدوات بيد الأمريكان. والآن كما قيل قبل قليل مشروع إيراني ومشروع أمريكي. هم هكذا يدمرون شعب العراق. وبالتالي لا حول ولا قوة إلا أن ينتفض الشعب في يوم من الأيام وبالتالي يلغي كل هذه الهياكل التي جاء بها الاحتلال بعد 2003. أستاذ عبد الوهاب القصاب، هناك تطورات ربما إقليمية لا سيما في الملف السوري والحديث عن الانسحاب الأمريكي من سوريا، والكثير يعني يرجح أن هذه الزيارة السرية للعراق وانتهاك السيادة على هذا النحو والحديث بشأن ذلك كله له ما وراءه. يعني ماذا وراء هذه الزيارة من وجهة نظرك؟ أولا هنالك مجموعة حقائق ينبغي الإشارة إليها إجابة لهذا السؤال. الحقيقة الأولى أن رئيس ترامب اختار العراق ليكون البلد الأول الذي يزور القواعد أو القوات العسكرية الأمريكية المنفتحة خارج الحدود الإقليمية للولايات المتحدة. هذه أول مرة. بالحقيقة كان هنالك نقد لاذع للرئيس ترامب أنه مضى عليه في شدة الحكم أكثر من سنتين ولم يقم بزيارة أي من القوات الأمريكية الموجودة خارج أرض الولايات المتحدة وإقليمها. زار العراق. هذا موضوع ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار. وأنا سبق وأن قلت أن المشروعين المتصارعان على أرض العراق ترك الخيارات الاستراتيجية للولايات المتحدة والعمل على الأرض الإيران. هذا شيء من اتفاقية ما وراء الكواليس بين القطبين العاملين على الأرض، الإقليمي اللي هو إيران والدولي اللي هو الولايات المتحدة. هذا واحد. الموضوع الثاني الذي أيضا ينبغي أن نشير إليه أن الرئيس ترامب بنفسه وبملئه قال بأن القوات الأمريكية التي ستسحب من سوريا سيتم إعادة تجاحفلها وانتشارها وانفتاحها على الأرض العراقية لكي نستخدمها في وقت ما عندما نحتاج. أوكي؟ فهذا العفو حسناً. هذا هو السؤال. هذه هي الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة أن عدد القواعد الأمريكية المنبثة على أرض العراق بإمكاننا نبدأ من الجنوب من قاعدة علي بن أبي طالب ثم القاعدة القادسية التي تسمى الآن عين الأسد. هذه قاعدة قادسية واحدة من القواعد الجوية العملاقة التي نجح النظام الوطني في العراق في بنائها. كذلك يعني قاعدة علي في الناصرية وقاعدة بلد اللي هي قاعدة البكر ثم قاعدة القيارة التي هي قاعدة فارس عكستان اسمها ثم قاعدة أبو عبيدة في الكوت. هذه قواعد عملاقة بإمكان قوات الولايات المتحدة الأمريكية الأرضية البرية والجوية التجحفل والانتشار والانفتاح بالاستفادة من تسهيلاتها. جاء الرئيس ترامب لهذه القاعدة وهذه القاعدة كانت تختار دائما لقربها من بغداد، كانت تختار من قبل الرؤساء الأمريكان سواء كان أوباما أو بوش لزيارتها للنزول بها. يبدو أنها هي المقر القيادي المسيطر للقوات الأمريكية في العراق. إذا ما الذي سيجري؟ المشروع الإمبراطوري الفارسي أو الإيراني يطمح
فرض السيطرة الإيرانية من حدود الصين، يعني من حدود أفغانستان مع الصين، من جبال البامير وإلى مياه البحر الأبيض المتوسط. هذا يخترق الدول الأربعة اللي هي أفغانستان، إيران، العراق وسوريا. هذا المشروع يلاقي أو يواجه تحديا كبيرا حاليا في مكانين. المكان الأول هو يعني في سوريا تحديدا، رغم أن نظام الحكم في سوريا متمايز مع إيران، لكن هنالك رفض واضح. والمشروع الثاني، المكان الثاني هو العراق، لأن الأرض التي يخترقها في العراق هي محافظات غير صديقة للنظام الإيراني، ديالى، بغداد والأنبار. المشروع الإيراني يحاول أن يحكم السيطرة على هذا المكان، لكن في هذا المكان أيضا لدينا اثنين أو ثلاث من أكبر قواعد الوجود الأمريكي في العراق. لاحظ، في قاعدة القادسية التي هي عين الأسد، وفي قاعدة البكر التي هي بلد حاليا، وذلك تواجد أمريكي ذو مغزى. إذن المشروع الإيراني أيضا مهدد فيما إذا حاولت إيران التجاوز على الخيارات الاستراتيجية للعراق التي تركت الولايات. إذن انظر إلى المعادلة من هذين الطرفين. لحد الآن الولايات المتحدة لم تتدخل جديا للجب وكبح العمل الإيراني على الأرض العراقية، بل أن العمل الإيراني على الأرض العراقية على قدم وساق. لكن إيران لو حاولت التدخل في الخيارات الاستراتيجية التي تركت الولايات المتحدة عندئذ، أعتقد أن الولايات المتحدة ستتدخل. ولنا مثال على ذلك، أن العراق لم يعني تقدم إلى الولايات المتحدة للسماح له لمدة 90 يوما للتجارة مع إيران تجاوزا للعقوبة. المعادلة هي هكذا، الخيار الاستراتيجي النهائي لسلوك العراق بيد الولايات المتحدة. العمل على الأرض العراقية تركت الميليشيات إلى الوقت الذي لربما أن ترامب سيصل إلى قناعة بأن هذا ليس في صالح المصالح الاستراتيجية العليا للولايات المتحدة وليس للعراق. عندئذ قد يتصرف، القواعد هنا ستكون مرتكزات هذا التصرف. لحد الآن لا، ليس هنالك في الأفق ما يشير إلى أن صداما من نوع ما سيجري بين المشروعي. واضح. اسمح لي أن أنتقل بالسؤال للأستاذ دكتور جاسم الشمري. دكتور جاسم، يعني وزارة الخارجية الإيرانية أول من استنكر زيارة ترامب السرية إلى العراق، وقالت إنها خارجة عن الأعراف الدبلوماسية وإنها تدل على عدم احترام سيادة العراق. كيف تقرأ ردة فعل إيران على ذلك؟ يعني قبل التعقيب على هذا الكلام، هل هي إيران يعني لها احترام للسيادة العراقية؟ يعني إيران هي التي قالت نحن إمبراطورية عاصمة بغداد، وإيران هي التي قالت نحن نتحكم بأربع مدن عربية ومنها بغداد، وإيران هي التي قالت نحن يعني لدينا أذرع موجودة في العراق، وبالتالي هي تعيب على الولايات المتحدة ما موجود فيها أصلا. القضية قضية نوع من المهاترات الموجودة بين واشنطن وطهران. إيران تريد أي فرصة من أجل مهاجمة واشنطن، ومعلوم أن هذا الأمر يعني هو يفترض أن تقوم به حكومة بغداد، التي لم يعني يظهر منها موقف واضح بشأن يعني زيارة الرئيس الأمريكي إلى الأنبار. وأنا كتبت في تغريدة لي أنه أتحدى حكومة بغداد، وسأكون من المؤيدين لها ومن المناصرين لها ومن المادحين لها إن دعت السفير الأمريكي في بغداد وقدمت له فقط يعني مذكرة استنكار. مجرد هذه الخطوة لم تقم بها حكومة بغداد، وبالتالي القضية نحن ليس لدينا حكومة وطنية. هذا من جانب. من جانب آخر، هم مكبلون بالاتفاقية الأمنية، وبالتالي حينما تريد أن تتحدث معهم يقول الولايات المتحدة دخلت إلى العراق، والرئيس ترامب دخل إلى العراق بموجب الاتفاقية الأمنية بين الموقعة بين العراق والولايات المتحدة، وهم يتصورون أن هذه الاتفاقية التي هي اتفاقية إذعان يعني ممكن أن تعفيهم من المسائلة القانونية ومن
البقاء على الصورة الناصعة أمام العراقيين، وبالتالي التدخل الإيراني هو تدخل لا يختلف بأي شكل من الأشكال عن التدخل الأمريكي. أنا أعتقد أن العراق فيه وجهان، الوجهة الأولى هي الولايات المتحدة والأخرى هي إيران، وبالتالي كلاهما يسيطران على المشهد العراقي، وحكومة بغداد في الوسط مرة تنفذ أوامر واشنطن ومرة تنفذ أوامر طهران، وفي ذات الوقت تقول نحن حكومة نمثل العراقيين، وهذا أمر غريب جدا، أعتقد أنه فيه تناقض واضح. الأستاذ رحيم الكبيسي، النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي قال إن الأمريكيين يريدون تعزيز وجودهم في العراق أكثر لاستهداف إيران. يعني البعض يرى أن جل حديث السياسيين أو من هم في البرلمان أو قادة الميليشيات والنفوذ الميليشياوي يعني مسيطر على البرلمان يتحدثون عن أن العراق قد انتهكت سيادته، ولكن ظاهر الحديث عن الطموح الإيراني، إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ هو طبعا الأمريكان إذا كانوا محتلين للعراق بالتأكيد عينهم على إيران، لأنه هذا التمدد الإيراني لا يريدوه، إما أن يوقفوه من خلال إخضاعهم للعقوبات، أو ربما يستخدمون القوة المسلحة حسب تطور الأوضاع في قابل الأيام. يعني ولا أتصور أن الأمريكان عندما قالوا أن قواتنا التي ستنسحب من سوريا سنحتاجها في العراق لكي نضرب جويا إذا ما احتجناها في سوريا، ونقطة أضيفت وقال وستكون منصات رقابة للجانب الإيراني. أيضا في هذه الحالة الجو المسيطر عليه من خلال القمر الصناعي الأمريكي الذي يدور فوق الأرض العراقية بالتأكيد يحسب حساب التحركات الإيرانية، كما قلت قبل قليل إما أن العقوبات ستلعب دورا، أو أن هذه العقوبات إن لم تفي بالغرض الذي مخطط له ربما تستخدم القوة العسكرية. متى؟ لأن الأمريكان يملكون قواعد عديدة في الخليج وفي المحيط، وبالتالي ليس بعيدا عليهم إذا استهدفوا القوات المسلحة الإيرانية. في نقطة يمكن أشير إليها، فكرة السيادة ليست وزارة الخارجية الإيرانية التي قالت هذا، وإنما السفير الإيراني في بغداد، السفير الإيراني الذي أهان الشهيد العراقي ولم يقف إجلالا له كما وقف الآخرون، قال بالنص العراق ليس بحاجة إلى قوات أمريكية، فكأنه هو الذي يقرر نيابة عن الحكومة العراقية فيما إذا كان العراق بحاجة إلى قوات أمريكية أم لا. فالسيادة في هذه الحالة سيادة مطلوبة، وبالتالي حتى الذين استنكروا تصرف السفير الأمريكي عندما غادر الحفل دون أن يقف إجلالا للشهيد العراقي، ذهبت بعض هذه العناصر التي الميليشياوية تعتذر من السفير الإيراني، كما ذهبوا عندما حرقت القنصلية في البصرة ذهبوا يعتذرون من السفير الإيراني، وربما هناك من حج إلى إيران وقالوا لهم أن الذين تظاهروا في البصرة لا يمثلونها، هم هؤلاء العراقيون الذين انتفضوا بالبصرة يعتبرون أن التدخل الإيراني والتدخل الأمريكي صنوان، وبالتالي هم يريدون إزالة هذا التدخل لكي يعيشوا بكرامة تحت فوق الأرض وتحت الشمس. نعم. أستاذ عبد الوهاب القصاب، هل تتوقع أن تكون هناك يعني ازدياد في وتيرة التظاهرات في العراق بعد انتهاك السيادة العراقية؟ يعني بالتأكيد الجهات التي أخذت من الزيارة ذريعة لكي تبرر المشروع الإيراني في العراق وتدافع عنه وتحاول أن تضع عراقيين في وجه سعي الولايات المتحدة والرئيس ترامب تحديدا في هذه المرحلة لفرض العقوبات على النظام المولى في إيران،
هذه يعني العناصر ستحاول أن تنزل إلى الشارع عناصرها لكي تعبر عن قوتها في الشارع. أنا أتفق معك، لكن أيضا من ناحية أخرى كيف يستقيم كل هذا وكل قادة هذه الأجهزة التي تدفع بأجهزتها إلى الشارع ممثلون في الحكومة حاليا، وهذه الحكومة نفسها كما أشار الزميل وقعت تمديدا للاتفاقية قبل يومين، أي بعد زيارة الرئيس ترامب بأسبوع بعشرة أيام تحديدا. هذه يعني عملية التنفيذ، دعنا نقول عملية التنفيذ عندما تضعها في الميزان الأخير، ميزان الأرباح والخسائر، ستعني خسارة لا تعني شيئا. الذي يريد أن يرسخ سيادة العراق عليه أن يبدأ بأربعة خطوات، إن أذنت لي أن أقولها واحدة بعد الأخرى، ولو أنا لست واثقا من أن هنالك حكومة حالية بإمكان. ما هي هذه الخطوات؟ أولا عليها أن ترسخ سيطرة السلطة المركزية العراقية على الأرض العراقية. القوة موجودة لكن الإرادة غير موجودة. قوات الأمن العراقية، قوات الأمن الداخلي العراقية، قوات الشرطة العراقية قبل الاحتلال أقصى عدد لها بلغ 70,000 فرد. قوات الشرطة الاتحادية حاليا ومن يتجحفل معها مقدارهم 3/4 مليون. أنا أتساءل 3/4 مليون هي جيش عالمي من الدرجة الأولى من المقياس الكبير، يمكن أن يكون تسلسل 4 أو 5. لما لا تحاول هذه الحكومة استخدام هذه القوات لفرض السيادة العراقية على الأرض العراقية؟ أحد قادة هذه القوات، قائد قوات الحدود، قتل قبل يومين أو 3 أيام أو أسبوع لأنه حاول القيام بحملة لإيقاف الميليشيات من تهريب المخدرات إلى العراق. هذه النقطة الأولى، فرض السيطرة على الداخل. النقطة الثانية، محاسبة ومتابعة الفاسدين وعلى رأسهم رؤساء للحكومات. أحد رئيس حكومة تسلط على العراق لـ8 سنوات أعتقد أنه رقم واحد الذي ينبغي أن يحاسب. عندما تنجح هذه الحكومة في جلب الفاسدين أمام القضاء، عندها يمكن أن ترسخ السيادة في العراق الداخلية. والنقطة الثالثة، إعادة النظر بالثغرات الكبرى الموجودة في الدستور. هذا الدستور هو مأساة العراق الأولى، هو هذا الدستور. هذه النقطة الثالثة. والنقطة الرابعة، سد غلق المنافذ الحدودية الموجودة على الأقل في الجبهة الشرقية مع الجار الشرقي إيران، وفرض سيطرة وهيمنة الحكومة العراقية فقط هناك. لن يدخل إلا من يحمل تأشيرة حقيقية، ولن يدخل من هو مطلوب للإنتربول وأعدادهم بعشرات الآلاف. هذه النقاط الأربعة فيما إذا قامت الحكومة العراقية بها، أن ذلك سيمكن أن نقول بأن هذه حكومة موجودة على الأرض العراقية وتمثل أرض العراق، وعند ذلك عليها أن تحل البرلمان وتجري انتخابات جديدة بشفافية، وعند ذلك يمكن أن يكون حال العراق حال آخر. أنا أحلم. لا، هذه أمي، هذا هو. بالنسبة للخارج، فيما إذا نجحت الحكومة العراقية في كبح أستاذ عبد الوهاب، إذا سمحت لي فقط يعني تعليق من الدكتور جاسم الشمري على ما تفضلت به. طبعا السؤال مطروح بصيغة مختصرة، أنه جميع هذه الاتفاقيات الأمنية بين الاحتلال الأمريكي والحكومات المنطقة الخضراء ربما أدت بالتالي إلى انتهاك سيادة العراق. من وجهة نظرك يعني، هل ستستمر هذه الانتهاكات؟ وبالتعليق أيضا على ما تحدث به الأستاذ عبد الوهاب القصار، لا شك أن يعني طالما لا توجد حكومة وطنية ستبقى هذه الانتهاكات. هذا الشيء يعني معادلة، يعني 1+1=2. هل هنالك حكومة وطنية؟ هذا الأمر هو الذي يمكن أن يقودنا للجواب نعم أم لا. يعني كلام الأخ الأستاذ دكتور عبد الوهاب، هو قال في النهاية أنا أحلم. حقيقة هذا كلام يعني لا يمكن أن يوجد في ظل الحكومة الحالية. يعني إذا تحدثنا بهذه النقاط أو نفذت
حكومة بغداد هذه النقاط جميعنا سنقف معها، لأن هذه صفات حكومة وطنية وليست حكومة يعني تنفذ أجندة احتلال. القضية قضية إشكالية كبرى في يعني هيكل عملية سياسية في العراق، وبالتالي حينما نريد من حكومة عادل عبد المهدي هذه الأحلام التي ذكرها الأستاذ عبد الوهاب وهو قال هي أحلام، يعني لا يمكن أن نتصور أن حكومة عادل عبد المهدي يمكن أن تنفذ هذه الأحلام إلا إذا حصل انقلاب عسكري في العراق، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالتوافق بين واشنطن وبغداد على شخصية عسكرية معينة. هل لو طبقت هذه النقاط الأربعة التي ذكرها الأستاذ عبد الوهاب القصاب، هل ستحترم الولايات المتحدة حكومة المنطقة الخضراء؟ القضية الولايات المتحدة تحترم كل الأقوياء، هذه معادلة، حتى لو لم يكونوا بمستوى قوة الولايات المتحدة. معلوم أن الولايات المتحدة هي الدولة الكبرى في العالم، يعني نذكر أن أحد ملوك السعودية رحمه الله حينما منع النفط عن الولايات المتحدة رأينا كيف أن وزير الخارجية الأمريكي ذهب إليه وتوسل إليه وقال له أن طائرتي واقفة في المطار ليس فيها وقود. حتى هذا الاستجداء الأمريكي لم يجدي نفعا مع الملك السعودي، وعليه الموقف القوي يجدي نفعا مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة حينما تكون في العراق حكومة وطنية أعتقد أنها ستكون مرغمة على التعامل معها، أما بقاء من جاءوا بهم، وهذا ما ذكره بريمر في كتابه، لا يمكن أن نتصور أن هؤلاء يمكن أن ينقلبوا على حكومة الولايات المتحدة. حتى أن فرضية الانقلاب في العراق اليوم أعتقد أنها باتت بعيدة جدا، ولا يمكن أن نتصور أي انقلاب عسكري في العراق إلا إذا جاءت الولايات المتحدة بشخصية عسكرية يمكن أن تقود انقلاب على هؤلاء من باب تغيير الوجوه ومن باب تغيير المشهد السياسي في العراق. أخيرا وفي دقيقة واحدة، يعني الآن السيادة في العراق من وجهة نظرك كيف تعرفها بعد انتهاكها؟ أنا أعتقد أن السيادة اليوم في العراق هي عدم وجود حكومة وطنية عراقية تمتلك القوة، هذا هو الذي قاد إلى انتهاك السيادة. لكن هنا يعني أود أن أشير بعجالة على ما كنا نتحدث به قبل اللقاء على الفرق بين الدولة والحكومة. نحن ننتقد حكومات العراق بعد عام 2003 لكننا لا ننتقد العراق. نحن نعيب الحكومات الموجودة في العراق بعد عام 2003 لكننا لا نعيب العراق. يبقى العراق هو الخيمة التي تجمعنا جميعا، والتي يفترض أن نسعى سواء كنا في المعارضة أو في الداخل على الحفاظ على هذه الخيمة. أما الحكومات فهي تذهب ويبقى العراق على رغم كل الحاقدين وعلى رغم كل العملاء والخونة الذين لم يحافظوا على سيادة العراق، لكن أعتقد أن العراق سيبقى جبلا شامخا يمكن أن يعني يشار له دائما على أنه بلد حضارات وبلد الصمود وبلد المقاومة والعلم والعطاء. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي في الاستوديو الدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي العراقي، ونشكرك شكرا جزيلا أستاذ رحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي كنت معنا عبر الهاتف، ونشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.